Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan mulakan majlis bacaan Maulid. Kita akan mulakan majlis bacaan Maulid, sirah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kami Nur Ahli Badar akan membacakan Maulid Ad-Diya Ulami, yang bermaksud cahaya yang terang benderang, karangan oleh Al-Habib Umar bin Hafiz, dan nanti akan diselang-selikan dengan qasidah, dan nanti kemuncaknya kita akan sama-sama bangun untuk ta'zim kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mahalul qiyam. Barulah selepasnya kita akan mempersilakan tetamu istimewa kita untuk menyampaikan ceramahnya. Insya-Allah kita akan mulakan. Nastaftihul jalsah misla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa abauna as-salihun. الله يدحل نياتنا في نياتهم وعمالنا في عمالهم على هذه النية وكل نية صالحة من خير الدنيا والآخرة وإلى أهرت نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على صلي على محمد اسم البرايا جاها وأوسع. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صلي على يا ربي صلي على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صلي يا ربي صلي على محمد وفي المعادي واصرف واربع. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صلي محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد رفيق بنا خير خلقك اجمع. يا
ربي صلي علي وسلم. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي علي وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام على زين الأنبياء السلام.
الحمد لله الذي هدانا بعمده المحتار من دعانا الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع حصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معضن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا
أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا؟ صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. صلى الله عليه. فانتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. لبانا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنذى وكن يقظانا. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا. طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله Allah.
نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا وبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأحير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فحرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الحلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن أعطاه نهانا صلى الله عليه بالله كر الذكر واسف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صافوت الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطاهر Oh.
Saya yakin semua yang dalam dewan ini tahu kasidah ni. Sebab ni nostalgia ni, kasidah lama dulu ni. Dan saya tengok ada yang apa nama buka mulut untuk nyanyi. Jadi kali ni kami nak dengar dulu yang di bawah ni, tuan-tuan yang hadir Masya Allah daripada pagi sampai saat ini masih lagi berada di dalam dewan ni. Masya Allah cintanya pada Rasulullah sangat tinggi. Ayuh kita sama-sama. Okay. Music tak payah dulu, kemudian. Salla alaika Allah ya. Sallu alaihi ya safwa rahmani. Alhamdulillah Allah هذا الغلام الطيب أرداني هذا الغلام الطيب أرداني أحمد مكتوب على الجنان صلى Yeah.
لأحمد عن إذن من مشاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المحتار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعذس بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك كف وعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط لطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالطهر مو في بطنها فاستبشرت ودنا المحاض فأطرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومن
كلمات. فتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. صلوا على سيدنا محمد. الله.